هي عظمة الحياة. بيتي مأمني وأماني، رافقتني من قبل أن أخلق فوق ترابها. هي شيء ما في روحي، جبرت على أن أحبها، وهي أيضا أحبتني بقدر ما أحببتها، وهبتني نفسها واسمها لأعيش فيها. هي أكبر قيمة من كل الذي سأذكره وذكرته. كيف لشخص ألا يدافع بكل ما أوتي من قوة عنها، بقلمه، بصوته، بحبه، حتى لو قلت لك بأنك لو ذكرت اسمها كفيل بكل هذا. فهي فلسطين، فلسطين التي نحب. هي حبيبتي الأولى والأخيرة. لم أندم ولا للحظة وقوفي أمام العالم في سبيل أن أراها تلمع وسط الظلام الذي يحيطها. أنا الآن أعود إليها مرة أخرى، ولكنها غير كل المرات الأولى. لن يبعدني عنها أحد. احنا بعدنا بنحكي عن اهالي الاسرى. هاي اهالي الاسرى هيك. هاي ام ابراهيم. اجيب براد حطه القهوه بالبراد، وهاي القهوه نجهزها. هاي اخر فنجان قهوه بلا كريم. الفنجان الجاي مع كريم، واللي بعده مع ابراهيم ان شاء الله وياسين. يا رب ان شاء الله حبيبتي، ان شاء الله. يسلموا ايديك يا رب. إنها الليلة الأخيرة إذن، الليلة الأخيرة بين جدر السجون، مثقلا بالقيود والثورة على عتمتها. 40 عاما لم أيأس فيها أبدا، ولم أشعر بندم قط. لم أشعر بندم قط على فلسطينيتي وهويتي وانتمائي. 40 عاما. البرد فيها ينعش ذاكرتنا، والحديد يشد من عزيمتنا، والسياج يحفظ فلسطين في قلبنا. وصوت السجان وقهره وعنصريته صدى يعود إليه. هذا البيت بيت كريم يونس، بيت أخوي كريم. هو قررنا أنه نعمله قريب جدا بيناتنا وما يبعد عنا، يعني يكون أقرب شيء ممكن. مع من الأمام إحنا عنا بالشارع ممنوع البنى، ومن الخلف الأرض هذه مش إلنا، فقررنا أنه نبني فوق بيتي أو بيت أخوي. أنا وافقت أنه يكون البيت طبعا بسرور أنه يكون فوق بيتي. شاعرين انتوا لاخر الليله بنقعد بدون عمكم كريم، يعني بكره مثل هسه يبكى معانا، بنصحى الصبح يبكى معانا. تخيلين الاشي؟ حب الجبنه مش هاي عمكم كريم، الجبنه المالحه هاي زمان بتعرفوهاش انتوا، محطوطه بخل ومي وليمون. ايوه انك كبوسه، بس مش خل، مي وملح. مش خل، مي وملح. حسب رايكم وين راح يفطر اول يوم؟ عندنا ليش؟ مع عنده بس ما عم كريم. بس بعد فيش عنده كل شيء لازم نستعمله. أنا وفضل فتحنا كوتشتنا حكينا بيها 2100. شو نشتري له هدية؟ عمي كريم أم بكل كلمة بطلع بتسأله شو بدها؟ أم بكل كلمة. واو هي أحلى هدية، بكيف عليها يمكن. خاش من شو؟ لا مو بالنسبة لهدريم اجى خبر انه 5.5 بدهم ينكلوه من هدريم. مبهدلينه للصحفي اللي كاتب. فاتصلت بالشباب بدهم يخبروني اذا بيعرفوا شيء. بعتقد انه تم، وهي ما بدنا نحاول نتاكد قدر الامكان. ابو العبيد، انا عديل وديت رقمك لها لان هي اكرم واحده عليك فكرتها. طيب اوكي، طبعا استنوها استنوها حكي كريم، استنوها منيح تستنوها. بقول لك اياهم احنا اذا طب كل ننزل رجعنا على شارع 6 شمالا، بدنا نوقف في محطة البنزين اللي في شارع 6 عند باكا. بدهم يستنونا. الله يصير بدنا نحكي. خلاص يا وقت نمشي. مشي. ايوه يلا حبيبي مهند. بعد 40 عاما بين جدران البرد والكسوة، مكبلاً بأصفاد الغرباء، أتنفس وأخيراً أتنفس. أخرج لهذه البلاد التي علمتني الصبر والقوة، أخرج ممتلئاً برائحة ترابها وصوت أهلها وطريقهم للعدالة والاستقلال. أتنفس أخيراً أتنفس أغصان أشجارها وزقزقة الحرية في سهولها وجبالها. أشعر نفسي خفيفاً جداً كطائر فرد أجنحته على مدى السماء، وأسافر على وقع هتافه الدائم، أو كفارس يمتطي الشمس ويكتب على مساحة وهجها حروف حبه الدائم أيضا فلسطين. كثير مبسوطة إنه كثير متحمسة إنه عمي كريم وأخيرا بده يعيش معنا. أنا من وأنا صغيرة استنى أشوفه وبسمع عنه أشياء، وهسه أخيراً شفته. يعجز اللسان عن الكلام والحبر دف من الأكلام، مهجة الكلب تضرب له سلام. كان لزاماً علي أن أبدأ حريتي من بيت أخي وصديقي وابن عمي ونصفي الآخر ماهر يونس. أم ماهر امرأة الصبر والوفاء والانتظار، محطتي الأولى. قبل أن أعرج على روضة الوالد والوالدة التي انتظرتني طويلاً ولم تستطع أن تكحل عينيها برؤيتي وتسمعني زغاريت كنعان. أعلم أن المسافة بين السماء والأرض هي قصيرة جداً، تماماً كما كانت قضبان السجن بيني وبينك. أعلم أن ذات المسافة تخترق قلبي الآن، وأنا أشعر بدفء وجودك دوماً في مساحات حريتي. ليلة تحرر كريم كثير كانت فيها توتر، ما كنا يعني رغم انه احنا مبسوطين ونستنى انه اخر ساعات، بس القلق انه وين بده يتحرر. كنا عاملين حساب هذا الخطوة اللي عملوها مصلحة السجون كيف يسلموه وين ينزلوه، وخفنا ينزلوه بمحل مهجور، محل بعيد، محل اللي ما بنقدر نوصل له، يتغلب تيمشي أو تيوصل حد مع تلفون. يعني بالعكس بالتالي لما شفنا انه صحيح بساعة 5:30 الصبح واخذوه على محطة نسبيا قريبة ومدينة مأهولة نوعا ما، والحمد لله تعرف هناك على الشباب الفلسطينيين واخوة فلسطينيين اللي ساعدونا في التواصل مع كريم، وكان مشت الامور بتمام يعد الحمد لله، يعني مش اشكالية، واللي صبر 40 سنة وخضنا معارك هذا اقل شيء. وجعلنا السجان طلعنا وجعلنا السجان، والنار بتضوي بالعدل يا اخوان الحرية نعمة، والنار بتضوي بالعدل يا اخوان الحرية نعمة، من المؤبد نزعنا وطلعنا وجعلنا السجان. شو زمان مركبة قدام، بس زمان مركبة قدام، زمان ما قعدت على كرسي مريح، زمان ما قعدتش على كرسي سفنج. أنا متعود أقعد على بس حديد وعايش صلب، المرة هيك قاعد ومرتاح لدرجة إني مش مرتاح لأنه الإشي صار جديد علي. 40 سنة ما قعدتش على كرسي مريح زي ما أنا قاعد هسا، 40 سنة ما قعدتش على كرسي يعني جيد. أنا أول مرة بمشي وبشوف السيارات حوالي، يعني حتى لما كانوا ينقلوننا من سجن لسجن ولا زي كل الأسرى، أنت بتشوف حالك إلا وصواصل، لكن بتشوفش الشيء حواليك، لأنه يدوب يمكن في بعض البوستات اللي فيها خزوك يعني أقل من سمك السيجارة، بده الواحد يتشعبط لفوق مشان يقدر يتطلع ويشوف الفضاء، ومش الكل كمان المسألة هاي متاحة له، يعني يبقى 30 و40 واحد في سيارة البوسطة مش كلهم بيقدروا يشوفوا الشوارع ويشوفوا السماء. هذا قدرنا. هسا أنا في وضع مختلف، أني قاعد وبتفرج على السيارات، بتطلع وبشوف الشوارع وشايف الزحمة اللي يعني ولا مرة تخيلتها، وشايف الشوارع اللي تركتها مش هيك. أنا يعني يا دوب تركت الشوارع اللي بكت كل ربع ساعة تلاقيك سيارة، اليوم هينا بنمشي 10 متر وبنوقف دقيقة. منذ 40 عاماً لم أقف وحيداً على ناصية الشارع، ولم يمر أمام ناظري هذا الكم من السيارات، ولم أتجول أبداً وحيداً دون أسوار شائكة ودون قيود تجز على أطرافي. سأبدأ في عد كل هذا الكم من السيارات في الشارع، هسه دخلنا سجن الجلبوع وتعرفت على الاخ كريم يونس. نعم. الانسان الشجاع، الانسان القائد، العنيد، الانسان القائد الحكيم، الانسان الهادي، ودائما بقول المي الساكته خبير، هو خبير بالفعل معلوم. انا بذكر حادثه صارت معه شاهد عليها في داخل الساحه، بكيت في قلب الساحه، اجى مأمور السجون نتسيب بسموه في لغتهم، عينه عوره، هذا بقولوا على حرس الحدود بدك يشتغل، واصابته طلقه سوريه. خلاص بكره العرب على المسرح. هسا يوميتها استدعى كريم على الكانتينه ولامر ما، وهددوا تهديد يعني قوي لقضيه معينه ما بحب اذكرها. هسا كريم طقع له، شوف يعني هذا شيء كبير، طقع لمأمور السجون معلوم. وطلع على الساحه وصار يعني هدد فيه، طلع له النسيب وصار يصيح عليه: كريم انا بحكي معك رد علي، كريم بكل اباء نفت عليه باستهزاء باستهزاء وظل ماشي. حلو. هذا بعطيك شو ملخص يعني عن قضية كريم. حلو. كريم مدرسي غير هيك، استغل كل وقته، مئات الطلاب كريم علمهم وثقفهم اجيال تخرج من تحت ايده ناس بدوا بالالف والباء والجيم لحقوا انتسبوا للجامعات واخذوا لقب اول، لقب ثاني، اخذوا دكتوراه من تحت ايدين كريم. كريم انسان احد قاده فلسطين الكبار. اسمه معه كريم، اسمه معه كريم كان من صاحب القرارات الصحيحه دائما. كريم طول عمره وهو صغير وهو وطني ويحب الوطن وادمي ومحترم ويحب العلم وبحب بقى يضل يقول لي اكتبي لي شعر، اكتبي لي كتابه، اكتبي لي يا مرت عمي، اكتبي لي خالتي، اكتبي لي شعر. اضل اكتب له شعر عن الوطن، عن حب الوطن. دائما المحترم اللي هو بضل ماشي دغري بالتعليم، ومشي على التعليم وانا بقى عمري 40 سنه 41 سنه، وهاي يعني هالساعات 81 سنه وما شفتوش. الصبح قمت اكزدر هون حد الشارع، وبالتالي مرت اخوي كمان اخذتني على مخبز في كفر قريع، وفرينا كل هذا والكيت البلد اللي بكت بعيده اكثر من كيلومتر عن الشارع الرئيسي. صارت الدور والعمار واصل الشارع لدرجه انه يعني لو دخلتها لوحدي يمكن ما اعرفش ارجع. انا ما شفتش كل شيء لحد هسه، عشان هيك بحاول اتجول واتعرف على المنطقة واحاول احط لها حدود. كل شيء جديد. انا بكير نزرع خيار وبندورة في المنطقة هاي، يعني قبل حتى قبل الدور وقبل العمار هذا والشجر. كنت افكر انه راح ينحكم بضعة اشهر او سنة سنتين، بعدين صرنا نفكر بهاي الامور، وبالتالي الحكم الاول اللي صدر بحق كريم اعدام. يعني كنا انه فقدنا كريم نهائي الى الابد، يعني كريم بده يتم اعدامه خلال كم يوم، وفتنا في ضغط وبحاله هستيريا. كان هناك استئناف يعني على الحكم، وتم تخفيضه، تمييعه لمؤبد مفتوح مدى الحياه. يعني كنا المهم انه استفدنا من الاعدام اللي كنا شايفينه على وشك انه يتم تنفيذ الاعدام، وهيك تريحنا انه مش مهم مدى الحياه. لكن بدون شك انه يعني ال40 سنه والسجن بيسقل شخصيه الانسان يمكن، وبزيد من انتمائه. يعني انا بشعر حالي اليوم اكثر فلسطينيتي اقوى مما كانت. بشعر انه انتمائي تعزز بتنظيمي، وانا قلت انا ابن فتح ما هتفت لغيرها، وبعدني مستمر على هذا الشعار وبعتبره انه هو اساس نضالي. وأنا بقول لأنه هاي الحركة هي حركة الجماهير، وهي زي ما قالوا أول الرصاص، وهي يعني كانت هذه الحركة هي خط النضال الأول، ويمكن سر قوتها لأنها تندفع من على أساس وطني. يعني هي شاملة ولمت الجميع ومن جميع المشارب الفكرية، لكن هدفها كان وطني وأيديولوجيتها وطنية. احنا بنقولوا يعني تنظيمنا هو لا يتبنى أي أيديولوجية، لكن أيديولوجيتها بعدم التبني لأي أيديولوجية هو أقوى أيديولوجية. تحياتي يا سيادة الرئيس. يا أهلا وسهلا، والألف الحمد لله على السلامة، وألف مبروك لنا جميعا، لكل الشعب الفلسطيني على تمتعك اليوم بالحرية. لكن طول عمرك كنت تتمتع بالحرية، وطول عمرك حر، وطول عمرك شجاع، وطول عمرك رجل، ولذلك كل هالسنين هاي إن شاء الله ما بتأثر عليك. هذا واحد. اثنين، أنا بدي أقول الله يرحم الوالدة. هلأ الآن نترحم على الوالدة ونترحم على الوالد، وأظن هلأ هم في أعالي عليين فرحانين بهذه المناسبة السعيدة اللي سمعوها واللي شافوها. أكيد الله يرحمهم، وأهلا وسهلا فيك في وطنك في بلدك. حر كريم إن شاء الله. أنا أولا تحياتي وتحيات كل الأسرة. لك يا سيادة الرئيس نحن نقدر ونثمن كل الجهود التي تقوم بها من أجل الأسرى. باب السجن بدنا نهده، باب السجن بدنا نهده، من القدس لما جده، من القدس لما جده، باب السجن بدنا نهده، باب السجن بدنا نهده، نموت وتحيا فلسطين، نموت وتحيا فلسطين، ننشد وتحيا فلسطين. ليس غريباً أن يكون كرم أبناء شعبي هو أول ما قابلني بعد شمس بلادي. التقطني أناس هذه الأرض المتجذرين بها منذ دبت الحياة على الأرض بالمحبة والمساعدة والفرح. فكل البلاد بلادي وكل المدن قلبي كل أهلها أهلي، وهذا ما لم ولن يفهمه الطارئون عليها أبداً. كراسي حديد بس مريحة. اي نعم. هون ان شاء الله مخطط انه نعمل المصعد الكهربائي من هون، من هاي الجهة، من هون. لا اعرف شكل الباب مع مقبض. لأول مرة سأرى اللون الأبيض يحتضنني في بيتي. بيتي الذي تغيبت عنه 40 عاماً، عدت إليه حاملاً ليال من الحزن والاشتياق والأمل يحاول التشبث بي. كيف لون الفرح في بيتي؟ هل سيتحقق حلمي في أخذ حمام بماء ساخن وأستغرق وقتي الذي حرمت منه دون أن يجلس صوت سجان غليظ فوق رأسي؟ أثاث المنزل لست معتاداً عليه، غريب ومريح لكني لست معتاداً على الراحة. ما زلت لا أصدق، هل أصبح لي بيتاً؟ هل يمكن لي أن أشعر بمساحاتي حراً؟ ما هذا البيت؟ كل ما فيه غريب علي. في السجن لا يوجد تكنولوجيا منزلية، ولا جدران بيضاء، ولا صور معلقة، ولا خزانة أو سرير مستقل، أو كل ما هذه الملابس. صار لي 40 سنة بقعد بس على حديد. يمكن تكون القعدة مش مريحة على سفنج لواحد زي يتعود على الحديد، بس شوي شوي حتعود أكيد. لا هسه بدك إن شاء الله تعوض وتشوف الخضار وتشوف المستقبل وتشوف الربيع وكل شيء، وتبلش تقعد هون في هاي كل شيء صلب الاضواء. افتح هون هين الثلاجة، هون المطبخ عندك، هون اغراضك. هاي الثلاجة المخفية اليوم بيقولوا لها هذا الموديل. اهتمينا انه يبقى بس المشروبات في البداية لأنه أكل وطبيخ بعد ما فيش شيء. هذا للاشياء التجميد، الاشياء اللي بتنتهي صلاحيتها. هاي وهذا بولع لحاله ولا كيف؟ بتضغط عليه كداحه هيك يعني هو غاز، ويمكن حديث بالنسبه للي تركته. كان في غازات هنا وعند الدور وعند في دار ابوي زمان، لكن هذا مختلف كليا وتقنيه جديده. الغريب انه انا يمكن من 40 سنة ما شفتش غاز، لأنه يحظر استخدام الغاز في السجون، وبالتالي كانوا بالزمانات هم يجيبوا لنا كل شيء جاهز. حتى كاسة الشاي كانوا يغلوها ويجيبوا لنا إياها مغلية، نص مغلية يمكن هيك، وعليها رغوي لأنها مش المي مش غليانة. وكذلك القهوة كانوا يجيبوا لنا إياها مرة واحدة بالأسبوع بس يوم السبت، القهوة التركية هاي اللي بسموها. وكان بعض الأسرى اللي بيشربوا قهوة، أنا ما كنتش أشرب قهوة، لكن بعض الأسرى اللي كانوا يشربوا قهوة كانوا يحتفظوا في الكاسة من السبت للسبت. سأبدأ في عد كل هذا الكم من السيارات في الشارع، ثم أذهب إلى بيت أخي. هناك حيث تنتظرني العائلة كلها في وجبة إفطار غير محددة النوع والكم، وفيها من الفرح ما يملأني كلي. شوف شو هذا ضحك، أنا قلت لك شوف لا زي السجن زي السجن. شوف بس الكلاكة شو تفطروا؟ هذا بعد ما أوكل. تعال أحمد تعال. يعني أنا بذكر لما دخلت يوميا إما بيضة مسلوكة مربعين صامتة من المرجرين، هذا للسجن للأسير، وإما الفول. والفول كانوا يجيبوا برواني هنا احنا نصيح المرجرين، هذا المربع اللي الكعب اللي يجيبوه نصيح ونحطه في ظرف نايلون ونحطه في المي السخنه مشان نذوب المرجرينه ونتعامل معها وحد، وكانه بوكل زي الزيتون نحطها هيك على وجه صحن الفول اللي بكى صحن هالكدي. 4 انفار. والصحن هذا الصغير لما واحد بكى، بتعرف في ناس هيك يعني اكيلي، كان لما الواحد يكبر لكم ويجرف اخوه يمسك ايده، وكله في اخوان بدهم ياكلوا كمان خلي لهم. كل شيء مختلف، كل شيء مختلف، مش بس بالنوعيه وانما بالكميه بالتنوع الموجود على الطاوله. وهذا هسه شيء بسيط، نقعد على الارض 4 هيك حوالي صحن واحد، كل 4 صحن صغير هيك، وقلت لك يعني على الريحه، لانه اذا واحد يعني 2 هيك من الناس اللي بوكلوا بجرفتين بخلصوا الصحن، فبكينا على الريحه هيك مشان الواحد يشبع. يعني تبط الخبز هيك تديها ريحه فول ولا ريحه بيض. بعدين بتذكر لما بكينا نفطر مع كريم وهيك، كيف بكينا مع كباب الشاي نصير نصوب بعجم الزيتون. بتصايب انا اللي بجيب، وانا الوحيد اقدر اسجل على كريم، وكنت افوز عليه. كلبك يفوز عليه؟ قلت له نسيت بالعجب، بالعجب بقلب الكوبايه. من بعيد يمكن اللي بحكيه صحيح، بس انا مش صحيح. بمشي معه. لا اصير صحيح اكيد. بمشي معه. اولاده لحطوا لك كريم صحوا يعني فاتن بس ابو كلب حنان مش ابو كلب توكتك. انا خيانه كريم. شو؟ انا بعتبرها انا خيانه. ايوه. والله بكادو حنان هو انا شوفوش العافيه. هون من عند حنان. يعني هذا بكادو اخضر اكثر من هذاك. بس صحناوي هذا انا عملته. والله تخيل بتخبيها من عندك الثلاجه كل يوم بتجرب حبه بدل حبه تفاح. أنا بعرف لما كاتب ببغى أشوفه خلص مشان الواحد لابسه. أنا ما خلانيش. أنا. دخلوا في المسألة هاي. والله شو دخلوا الرجال قوامون على النساء. وين هذا كان زمان، على زمان الدولة العباسية، اليوم لا. عم كريم بنفع نحط أفوكادو بالفريزر. لا أسهل. أذكى. الأكل هون ولا أكل السجن؟ شرعا يمكن من كثر ماني مستطعم بالاكل هذا بقول اكل السجن بعده طعمه بعده وريحته في اسناني. عن جد؟ لا بدها فتره، وبدي يعني ما تاخذونيش، لانه انا كل شيء هسه حقارنه بالسجن، ولما يكون شيء تاع السجن احسن حكوه. زي هسه شو ممكن تعمل؟ الساعه 9:30 زي هسه بكيت برجع على الغرفه برجع من الرياضة بتحمم وبعمل كاسة شاي مخلوط بحط فيها أكثر من نوع شاي، شاي كذا وشاي أحمر وشاي كذا وشاي كذا، وبقعد بشرب. لما بقيت أدخن معها سيجارة 2 أو 3، واليوم بطلت أدخن، بشرب كاسة الشاي. بس ليش بعدها تشرب شاي؟ بعد ما أشرب بطلع على الساحة أو على المطبخ، بنروح بنفطر الساعة تقريبا 10. 10 نفس التوقيت يعني. أنا فكرت أبكي ولا بتعرف أبكي. لا أنا برجع من الرياضة باكل حبة تمر، أي شيء هيك، مكسرات مرات وشيء من الغرفة مع كاسة الشاي. وجديدة هاي العادة يعني، من يوم ما دشرت الدخان. بس شوي شوي تعودت عليها وصارت روتين يعني. على 9:30 10 بطلع على الساحة، ولا 10:30 10:15 بتغدى. ما عندك قشعة صغيرة. بالتأكيد أنا والدتي يعني تبقى والدتي، وزي ما قلت لك لكل والدة تأثير في حكاية، وكل حكاية حكاية شعب يعني. لكن والدتي اللي بخصها، اللي حملتها يمكن فوق طاقتها، لكنها حملتني وأنا متأكد على مدار 40 سنة في دموعها وفي قلبها وفي نبضات قلبها وفي وجدانها طيلة 40 سنة. وكانت دائما تتمنى يعني، وكانت هذا الشيء تقول لي اياه، نقعد شو بدنا نتخرف وين بدنا نقعد لما تروح، وتحت الشجره وفوق الشجره. كل هاي المسائل كنا نتناولها احيانا. وامي كانت تواقه لاستقبالي، لكن شاء القدر انه قبل 7 شهور بالضبط تقريبا انها تغادر الحياه. ويمكن ربنا هيك اراد، وأراد لها الأفضل. ويمكن هي كمان أرادت أن تراني من فوق من السماء وتحتضنني وتحتضن جميع من معي، لأنها كانت شاعري. الله يرحمها. أكيد مريح، لأنه كل شيء هنا يعني نكهة. اللون السكني كمان هو يعني إيجابي، يمكن بيناسبني يعني، مش فاقع كثير، بس ما في أكثر ألوان يعني. لكن هاي بجامة يعني مش هالقد كثير بتفرق يعني، مشان ألين جسمي للبنطلون الجديد، وألين البنطلون الجديد لجسمي. قلت أدرب البنطلون علي، ما يعني مشان أتدرب على البنطلون، لأنه ولا مرة فكرت مقلوب يعني. دائما بكينا يعني بالشتوية كنت أقضيها في بنطلون تريننج، وبالصيف بنطلون قصير بشورت وفلينة، وطول الوقت هيك. إلا لما الواحد بيطلع من القسم ساعتها بكون مجبر إنه يلبس ملابس السجن، ملابس إدارة، أو على الزيارة وعند محامي. لكن في القسم بكا في الساحة بلبس الواحد شو ما جاء. في الصيف ملابس خفيفة، وفي الشتوية تريننج خميل، ويمكن 2 فوق بعض. بس مع الوقت هيك صار الوضع. في ناس كانوا يجيبوا صاروا يدخلوا ملابس مدنية أكثر وأكثر. قبل بكى يعني محدود النوعية واللون. اليوم في أكثر، بتلقى تريننج مع سحاب، وتريننج ملون، وتريننج يعني من ماركه يعني جيده ومقبوله. موجود هذا الشيء اليوم. اختلفت مش بس عن بدلة السجن، اختلفت النوم كلها. يعني ولا مرة نمت بدرجة زي هيك على فرشي من أكثر من 20-25 سم. يعني قلت لكم يمكن كانت فرشي اللي 7 سم هاي تشعر حالك حتى إنك نايم على حديد مش نايم على فرشي. أعتقد إيش أنا بدي أقول لك، يعني أولها صعب لأنه أنا بكت لما تنتقل من غرفة لغرفة يتغير عليك التخت، ما يعرفش شو يعمل واحد يعني أولها، بس بالتالي يعني يوم يومين بتعود. وأنا يعني هذا الإشي مش حيكون شاذ لأنه هاي يمكن في طبيعة الإنسان إنه بده يتعود على الإشي هيك فترة. أنا متأكد إنه خلال يوم يومين بتعود وبصير أنام لحالي وأقوم لحالي في الوقت الحاضر، لكن وهذا شيء طبيعي. الواحد عنده كان استعداد يقدم كمان 40 سنة كرمال وطنه وأهله وشعبه من أجل حرية شعبه. كل الأسرى عندهم هاي القوة وعندهم هاي العزيمة بالعطاء، الاستمرار بالعطاء. في السجن لي إخوة ورفاق وأحلام ورؤى مشتركة، غادر منهم من غادر وبقي منهم من بقي وعاد من عاد، ويبقى السجن محطة انتظار أخرى في التاريخ المؤقت للسجان ودولته. تظل الحرية نبض أرواحنا وقوت أيامنا وصبر أهلنا وأصدقائنا ورفاقنا. وارفع علم الحرية، وارفع علم الحرية، وباسم القدس العربية، وباسم القدس العربية. يا كريم طل وشوف، يا كريم طل وشوف، غلبك تبعدين تبعوش قدام الكاميرا. يا كريم يا مغوار، يا كريم يا مغوار، من سجنك طلعوا الثوار، من سجنك طلعوا الثوار. فأنا اللي بدي أوصل الرسالة لأبناء شعبنا الطيب، سواء كان في القدس أو في الداخل الفلسطيني أو في غزة حتى في الشتات، إنه شعبنا صامد، شعبنا قوي، بيدفع ثمن غالي. اليوم كريم احنا فرحانين به، الكل بيعرف، ولكن هذا الشعور المختلط حزن مع فرح. ما ننسى، الكل لازم يعرف، كل شعوب العالم تدري انه ناصر ابو حميد دفع الثمن غالي. رحمه الله. ناصر ابو حميد قبل اسابيع استشهد وما زال حابسين جثمانه. يعني انا لما غادرت اخواني وودعتهم نظرت في عيون احدهم وترى بعضهم تجاوز 3 عقود و3 عقود ونصف وإلى آخره، فتساءلت إلى متى سيبقى هؤلاء القابضين على الجمر، إلى متى سيبقون في السجون وهم اليوم الأحق في أن يروا شمس الحرية لما تبقى من أعمارهم. أعمارهم تنزلق من بين أيديهم ومن خلفهم ومن أمامهم وهم لا يدرون. احنا شايفين إنه الواحد مش ممكن يعيش إلى ما لا نهاية، وشايفين يمكن أنا قعدت 40 سنة، لكن أنا خجلت لما في كثير من إخواني بقول يا ريت أنا كمان يحددوا لي مؤبدة ب40، هي هو بالآخر بخلصوا ال40 بخلصوا، وهي كلمة أثرت فيه كثير. جيال. شو جيال جيال يعني أنا جيلي ماني مش عارفه جدا يعني في الأجيال الجديدة يعني أنا أخوتي كلهم أنا البكر أخوتي وأخواتي كلهم اتجوزوا بعد ما أنا انحبست واليوم هم يمكن صار لهم أحفاد وهذا يعني ثلاث أجيال تقريبا بده شوية تعب يصير لا بس هم يعني كنت دائما بعرفهم لأنه صورهم عندي وكنت أتواصل معهم أكيد بعرفهم أكثر يعني كل قرايبيني بس بدون شك إنه مش زي الطبيعة. تدخل على البلد دخلت وكاني داخل على مدينة جديدة اللي لو دخلت لحالي يمكن كان ما عرفتش أطلع وهي كمان لأنه أجت وبدلت طرق كمان هذا الإشي كثير يعني كان شيء جديد بالنسبة لي. شايف هالسهم هون طلع شايف رحت أنا هون طلع رحت عصيت هون راح وين طلع في غاد بدناش نحكي بالمكتوب شايف طلع اثنين امسك ساوي شو وحط قص هيك عشان تتنكر هاي تحت وارفع فوق شوف طيب. فوق ايوه حط شمال ها تلفزيون مش دور هاي ارجع يمين ارجع يمين هاي اطلع فيه حط على المكبره هاي صورة المكبره شايف فوق الحبوس ايوه حبوس بالضبط عص عليها بالنص لا بالنص تمام فهسه عندك شايف هذيك فوق الابيض بدك تكتب شو بدك هسه شو اكتب؟ بدنا نكتب شو بدنا نكتب عصينا عليه ايوه اجت اللغه شايف الدويره زي الكره الارضيه المدوره ايوه هذيك ايوه رجع عليه ايوه تمام قص عليها اها انزل ايوه هاي اولها بعدين بتصير تشك 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 معه يا حبيبي عمليه يا لا 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 عمليه ولا بالانترنت انت مش بالكهرباء انت بتعملش مشان تشوف تلفزيون هاي مشان تعمل تدويقه بحث ايوه بدك اسوي انا بس شو اسرع خلص يو نون دغين نون حط اصبعه اطلع ايوه اوكي هذا زي التلفون يعني هذا مش تلفزيون هذا زي التلفون بس بزياده برضه تلفزيون تخرجني الاستدلال ان شاء الله وقريبا جدا احنا دائما كنا نلتمس في جهدنا من اهلنا ومن ابناء شعبنا في كل مكان الان هذا الفكر وهذا ما يسيطر به ابناء شعبنا هذا الاعتصام وعلى هذا المستوى وفي هذه الحماوه شيء صحيح لا يكسر ولا حتى خيالي وهذا انا بعرفش اذا كانت ليلي لكن كان في يعني عمليه اقتحام السجن في الليل واخراجي يعني بشكل مفاجئ. انا تجندت لفتح في 79 يمكن وذاك العمل مختلف مش زي اليوم يعني كان عمل تنظيمي أكثر وسري وكنا نتلقى التعليمات بالراديو بالشفرة وعملنا وفق التعليمات القيادي بشكل أو بآخر لكن إحنا بفتح من 79 أنا يعني اعتقلت من قلب الجامعة في بير السبع تم نقلي إلى بالليل يعني أجوا المخابرات بالنهار اعتقلوني وكانوا عشرات اعتقلوني من الجامعة وقال لي أنت متهم بالانتماء إلى تنظيم معادي لأنك أنت متهم بالانتماء إلى تنظيم معادي تخريبي والانتماء إلى حركة فتح قلت له أنتوا غلطانين بالنمرة والمهم أنه قصة بس نقلوني بالليل إلى العفولي لمحكمة العفولي ثاني يوم الصبح مددوا توقيفي وأخذوني إلى سجن نابلس القديم هناك كان في مركز التحقيق مركز مخابرات وفي الأيام الأولى تقريباً 20 يوم الأولى قضيتهم في سجن نابلس، بعدها انتقلت للجلمي واستمر التحقيق معي. وعرفت إنه في آخرين يعني معتقلين من عندنا من البلد. وبعدها تم تقديم لائحة اتهام، يعني لائحة اتهام وتوقيف إلى نهاية استكمال الإجراءات القانونية ضدنا، ونقلنا إلى سجن الرملي أو إلى معتقل الرملي. بعدها صرنا نتحاكم، نطلع على المحكمة، ضلينا يمكن لشهر 11 لما انحكمنا. بديش أقول تفاجأنا، صحيح كانت مفاجأة إنه حكم علينا بالإعدام، لأنه قانون الإعدام موجود بإسرائيل منذ سنة 53، هو موجود بإسرائيل لكن يجب أن يكون بالإجماع. فوجئنا بأنه 3 قضاء قضوا بأنه يتم إعدامنا شنقا حتى الموت، بس بموافقة ومصادقة إما وزير الدفاع أو قائد أركان الحرب الإسرائيلي. كان في مظاهرات لتنفيذ الحكم، وكانت مظاهرات مضادة طبعاً ضد تنفيذ الحكم، وكان في أسرى لدى الثورة الفلسطينية بعد حرب لبنان الأولى، حرب 82، وبالتالي كان التبرير للإسرائيليين إنه لا نستطيع إعدام هؤلاء لأنه لديهم أسرى إسرائيليين. لكن بعد تقريباً قلت لك 8 إلى 9 شهور مش ذاكر بالضبط، 275 يوم تم تخفيض الحكم إلى المؤبد. المحكمة اللي حكمتنا تسكرت، ملفاتنا تحولت إلى وزارة العدل، ووزارة العدل وفق القانون والمعمول به والتقليد إنه بعد فترة معينة من 7 إلى 10 سنوات أو 15 سنة بتقدم طلب لتحديد المؤبد، هيك عند الكل حتى عند الجنائيين. إحنا ما قدمناش لأن كنا فاقدين الأمل بإنه يحددوا لنا المؤبدات، لكن لما أجت عندنا وكيلة فيما بعد، وكيلة مسؤولة القسم هذا ووكيلة وزارة العدل، طلبت منا إنه نقدم طلب للجنة لتحديد المؤبد، إما عن طريق محامي وإما مباشرة برسالة خطية. قدمنا وتم تحديد مؤبد ل14 أسير من الداخل. في حالة عند الأسرى هيك اللي يتمنوا إنها تتغير إن شاء الله بالقريب العاجل ويتم تحريرهم واستقبالهم في مهرجان وطني شامل إن شاء الله في العاصمة الفلسطينية في القدس. في أمل، دائما الأسرى عايشين على الأمل. عطي يعني بكيت يمكن الشيء الوحيد الممنوع بالسجن هو هذا. ممنوع الفضل المسح كان كافي كان، بس مش اليوم بصادف أول عيد هيك، أول عيد إلي بعد حريتي، والصحيح يعني هذا العيد يعني أنا بشعر اني بحاول اني اجسد وامارس حريتي كاملة في هذا العيد، كيف تربينا وكيف عاداتنا وتقاليدنا ان دائما يعني بنروح وبتفقد اخواتي واولادهم وبناتهم ان شاء الله، وكان شيء جديد بالنسبة لي، وإن كان كنت معتاد على هذا الشيء من زمان، لكن من 40 سنة لأول مرة بشكل فردي ومن ذاتي سأذهب إلى زيارة أخواتي والحجات كمان الكبار، خالاتي وعماتي اللي بعدهن عايشات إن شاء الله سأزورهم كلياتهم. أول عيد لي بعد فترة طويلة، بعد 40 سنة، بعد مرور 41 رمضان في السجن و82 عيد وأنا داخل السجون. أمي أنا بذكر أنه كل عيد يعني كعك العيد ومعمول العيد هذا كانت الوالدة الله يرحمها كانت دائما تعمله يوم بكل عيد. هذا أنا حيث أنتمي. لن أجمل الأشياء وأعلن استشفائي من رحلة الآلام التي لازمتني لغاية خروجي من بوابة الجحيم إلى بوابة أوسع. وهنا أمام هذا البحر تتلألأ أصوات الحرية في رأسي، في مخيلتي، تتراكص صور أخوتي خلف القضبان. إنهم حتما يتراكضون الآن بين الأمواج ليأتوا معي، وسيأتون حتما، وأنا سأظل هنا حارسا للهواء والتراب والعلم. شاهد هذا البحر، هذا شاطئ من شواطئ فلسطين، هذا بحر فلسطين، هذا بحر فلسطين اللي جزء كبير من الفلسطينيين محرومين من الوصول إله، ما شافوش في حياتهم، ولدوا ولحد اليوم يمكن صار فوق الواحد يمكن عمره 40 سنة ولا مرة قدر يصل، لأنه الاحتلال يمنع من وصول بحره. أنا حر وأريد أن أشعر أني حر، مش بس يصير اسمي أني أنا أسير حر ولا أسير سابق ولا أسير محرر، وإنما أنا أعيش الحرية بكل معانيها بالضبط كما يرمز لها البحر. وأنا جيت هان خصوصي مشان شوي شوي أقدر أستعيد حريتي الكاملة بكل شيء. الحرية تعني الكثير، والحرية يعني مش بس أن تتكلم، الحرية أن تذهب إلى أي مكان تريد، الحرية أنك مش بس تروح على البحر، أنك تروح وين بدك، أنك تركب البحر وتقطع المحيطات. هاي هي الحرية، وهاي الحرية اللي احنا بدنا إياها لأبناء شعبنا. انظروا إلى هذا الجمال، ما أجمل هذه المدينة. هذه المدينة عاصمة العواصم، عاصمة فلسطين وقلبها النابض. أنا اليوم أقف أمامكم وأنا منفعل جدا، لأنني أجسد حريتي في القدس. قلبي يدق ويدق بسرعة، لأنني في القدس. مكثت 40 عاماً في السجن في الأسر، وليست بقليلة، لكنها قليلة في مهر القدس وحرية القدس.